هلا والله. عدنا يا عيال في موضوع كذا يعني حلقة بسيطة لشيء بسيط. زي ما انتوا عارفين نقلت أنا هنا والصوت في البداية من أول فلوق سويته قلت لكم ترى في مشكلة في الصوت، في صدع قوي، واليوم إن شاء الله نحله. أتوقع واضح من كلامي الصوت، وبنسوي اختبار قبل وبعد نشوف يفرق ولا ما يفرق، يعني لي ولكم اللي يبغى يسوي الحركة هذه. المهم تجربة الأولى للصوت. أوكي الحين بركب الأشياء اللي شريتها ونشوف تفرق ولا ما تفرق. طيب خلني بفك الكاميرا أبوريكم وش جبت ونشوفها سوا. أوكي ممكن أركبها الحين، ما أدري، من فاهم وش أنا طالب، خلني بشوفها. تعال. أوكي هذه الفوم طلبتها عشان ألصقها في الجدران زين، بس إني ما أدري هذا وش هذا. ما أدري وش سالفته. واضح إنه فاكيوم يعني مسحوب الهواء اللي فيه، فاحتمال تكون نفس اللي أنا طالبها هنا بس مضغوطة، وهذه المضغوطة تحتاج 24 ساعة عشان تفك زي كذا. فهذه ما أتوقع لونها نفس الشيء، ما أتوقع أقدر أستخدمها، بس خلني أفك الحين نشوفها سوا. بسم الله. وش سالفتك انت؟ ما ادري وش انا طالب. اصبر حاب اني طالب شيء ثاني. هذا مكتوب عليها، مكتوب هنا بالورقه مكتوب لونين. وش السالفه لونين؟ انا مش طالب انا، والله اني ما ادري. من هذه شكلها فيها الكميه كلها اللي ابغاها، كيسه كبيره اللي طبعوا بفتحها. شوها سحبت هواء، انفكيتها يا هل قاعد تكبر. شوفوا وش السالفة، ما ادري شكلي طالب شيء بالغلط. انا شو كبرت مرة سحبت هواء، هذه ما طلبتها، شكلي مرة سندي شيء بالغلط يا عيال. والله شكلي معطاني شيء هدية ولا بالغلط، والله ما ادري. اصبر خليني افتحها كامل ونشوفها. انت ايش هذا؟ والله اعلم اني ما طلبتها. ياب هذا انا ما طلبته، ما انت اعطوني اياه هدية ولا بالغلط. وش ذا هذا؟ عرفتوا المخدة اللي تضمها؟ وش ذي؟ انا ما طلبته. اي الصوت كأنه فرق، الصدى فرق، بس عشان جبت القطعة ذي شكل مصريها بالغلط يا عيال. اصبر خلنا اوريكم اياها عشان تفهمون. شوفوها هذي هي. وشو يعني مرة ملمسها حلو، ودك اللي ترقد عليها، عرفت؟ لونين بعد، واحدة ابيض ظهر رسليها لي بالغلط، شكل بتواصل معهم عشان ياخذونها او يصرفون، والله ادري. وهذه اللي ابغى، هذه الزبدة. يب هذه الزبدة، والله ذي وش سالفتها؟ يوه اصبر اصبر اصبر، لازم اتاكد وش السالفة. طبعا وجهي طالع غامق مرة مظلم عشان انا معدل الاعدادات عشان التصوير، ما عليكم منها. شوفوا انا طالب، هذه ثاني واحدة، هذول هم وصلوا، بس ما ادري وش ذي الثانية. خلني اشوف الطلب، ليكون مع الطلب موجود. 50 حبة من هذه الأسود، أوكي أتوقع أنها 50. مشكلة مكتوب اسمي على الطلبية بعد. شيب فروم سبيشالتي برودكتس سولي. سبيشالتي برودكتس سلي، إي حي السلي، نفس المحل اللي رسل لي هذه راسل لي ذي. ها؟ تصدقون أنها بالغلط؟ اسمي مكتوب وكل شيء والعنوان صح ورقم الجوال صح؟ ما ودي اوريكم معلومات البيت، بشوف مكتوب 20 × 20 × 20 × 20. هذه حجم هذول ظاهر. والله اني ما ادري، لا مو حجم هذول، لا غير صحيح، الا والله بنفس المعلومات مكتوبه هنا. لا اطلع معلومات الرقم وكذا، ما ادري واضح لكم ولا لا، بس انها هذه مكتوبه نفسها 20 ضرب 20. شكلي بدق عليهم. سبيشالتي
زبده زبده علينا. بخلص موضوعهم هذول ان شاء الله وبعدين بوريكم وش سالفه هذا حقات الصوت، هل اقدر اركبهم في الجدار ولا لا، لان في ناس شفتهم بالتعليقات كاتبين انه عيبهم ما يمسك عليهم اي لصق، فاذا صدق ما يمسك عليهم لصق مصيبه ما استفد منها اي شيء. يلا اوكي، ارسلت لهم رساله ان في خطأ في الطلب وبتواصل معكم اعطوني رقمكم وبس نشوف عاد يردون لي ولا يمكن يطولون يمكن يسحبون، اذا سحبوا عاد جتنا ببلاش هذه. اوكي الحين جاء دور الحلوين هذول، لا تغركم حجمها تراها حبتين فما ادري صغار بس 50 حبه يعني مره كثير تغطي الجدار كامل، يمكن 20 في 20 في 20 في 20 هذه جت بالغلط زدوا علينا. هذه ما اتوقع اني راح الاحظ فرق بس لازم اركبها في الجدران وما ادري هل فيها اكثر من لون كلها نفس اللون شلون مفروض انها لونين عشان كذا مكتوب تو كلر على الورقه بس كلها طالعه لون واحد وات وين اللون الثاني كلها نفس اللون المخده هذه اللي بالغلط هي اللي لونين هذا كلهم لون واحد اي والله المفروض لونين واعطوني لون واحد بس شلون مفروض كذا لونين طعمها ما تفرق معي الصدق بس غلطوا فهذه المخدة بتصير لنا او يعوضوني لا امزح ترى اذا ردوا علي برجعها المهم هذولي هم طلعتهم الى الان ما في الا لون واحد للاسف الشديد كلها نفس اللون يب فلعبوا علي مو بلونين وجودتها صراحة ابو كل شوفوا في قطع هنا زايدة طالعة ما ادري ايش سالفتها هذه ما ادري واضحه ولا لا اي تشوفون هذه هذه المفروض ما تكون طالعه اي ما فيهم ما ادري واضحه ولا لا بخر وجهك عشان توضح زبده ما علينا افكر احطها طبعا مشغل ارك ما عليكم قاعد اضبط الانتاج ففكر احطها في الزاويه بس اللي وراي هنا على الاقل اني احطها يمين ويسار حتى احط مثلا ثلاث حبات يسار ولا اربع يسار واربع يمين وانزل مو الجدار كامل بعد حتى نص الجدار يمكن لين تحت الشاشه وبس ما ابغى انزل الاخير حوسه صار ورا والله صار عندي حوسه سلك النت غيرته ولا قلق الزبده شوف زين ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يلا نركبهم اي صح بوريكم شلون بلصق هذول بركب اللصق هذا حق ابو وجهين يتحمل 6 كيلو ومن سكوتش اتوقع 3M يب شوف مكتوب هنا 3M بس ما ادري هذا شاري من جرير ب 20 ريال وهذا شاري من امازون ب 24 ريال امس يوم رحت جرير لقيتها بسعر رخيص قلت لك ابغى من الزرفوني امازون والله شكلك ما انت براجع انت المهم ما علينا هذا لصق ابو وجهين كل الناس تعرفه طبعا بس اخذت انا صمغ قوي عشان ما يطيح ما يفك علي واصلا صراحه وزنه خفيف مره فما يحتاج اللصق القوي على العموم بحط أربعة واحد قطعة صغيرة هنا وقطعة صغيرة هنا وقطعة صغيرة هنا وهنا وألصقهم ونشوف إن شاء الله إنه يمسك فيها والله جبت العيد ما عندي مقص وقاعد أقص بالسكين وحست أبو الدنيا وهذه كانت تجربة كانت مرة سيئة ما تلصق فهذه ضغطتها بقوة كذا ما أدري عاد تمسك ولا لا شوف تنفك بسرعة أحس طيب بكمل الأربعة مشكلة خفت يعني أحطها على الجدار وتمسك القوة على الجدار لكن خلاص تطيح هي نفسها فما استفيد من اللصق. خلينا نكمل على العموم. اوكي ركبت الاربعة بس ما راح الصقها في الجدار الحين. بجرب بعد يمكن 10 دقائق كذا اشيل واحدة منهم بشوف هل هي ماسكة في ذي ولا لا. اذا مو ماسكة ولا تنفك بسرعة ما اتوقع بلصقها في الجدار بخرب الجدار على الفاضي. والله غبنا شاري ثنتين من ذي على الفاضي يا اخ. والله وفي واحد كاتب اصلا تعليق انه ما تمسك صادق والله صادق نشوف عاد والله شوف اذا ما تمسك ودعوا هذه انسوا واخذها اوكي ما قدرت اصبر 10 دقائق سويت ثلاثة زيادة وهذه الاولى الرابعة طبعا هذه اخيس واحد فيهم كذا جاي معفطة فبجرب اوه والله ماسك اي والله مسك كويس شوف حتى شقه قطع تقطيع شوفه يا رب الفوكس يزبط حلو شوفوا شلون قطعه حلو تدرون ايش يعني اللي عنده نفسه وكان واجهته مشكله
اضغط اللصق بقوه بحيث انه يمسك يعني مره. فا اوكي بس بكمل نسوي على الاقل والله ما ادري كم كثير ما ادري ايش كثر بقالي انا ما نقص والله واجد. اوكي كويس 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 يلا بكمل باقيات ونبدا نبدا ما ادري بجيب سلم شكلي والله مع ان سلمي ما يوصل فوق اخر شيء قصير السلم اللي عندي. اوكي نشوف. انهلكت انكسر ظهري سويت لي والله عدد وقدره واجد بس في واحدة غيرت فيها. بسم الله. اول شيء سويت كل هذول زين حاليا كل واحدة حطت فيها 4 حبات هذه حطيت فيها حبتين بس في الزاوية زين لاني اتوقع الله اعلم ان اصلا حبة واحدة تكفي لانها مرة خفيفة ترى بس قلت خلني احط حبتين عشان لو جاء هواء ما يقدر يحركها وزي كذا فنحط حبتين نصقها طق بس هذه بحطها في مكان ثاني ما بحطها ورا بحطها مكان قريب مني بحيث اني لو اتعدلها ولا اغيرها سهله. شوفوا السبحي الله يعزكم. هذا ما عندي مقص انكسر ظهري. فك اللزق اصعب شيء. اوكي تعبت والله تعبت من لسه بدايه المشوار خلصت من اللي فوق 3 خليتها قلت الحين خلاص اكمل الباقي بدون مسلم لان مسلم يروع. خليني اوريكم كيف صار. بسم الله يعني فيها بعض الاماكن غير متناسقه هذا اللي فيها ظل اسود هذه فيها قطعه زايده اللي قلت لكم عنها فيطلع فيها ظل يعني عليه نكمل ننزل شوي. ركبت هنا يب ركبتهم على هذا الجدار ورا ظلام كذا اي صديقي تشوفون زين انتو وحطيت هنا على الجدار تحت عند المكيف ذا اي والله ظلام اصبر اصبر ايوه كذا احسن حطيت هنا بدون ما الصقها بس حطيتها فوق بعض كذا ركيتهم وقعدوا والله وهنا برضو حطيت لين هالمستوى يعني كم صف وكم حبة 1 2 3 5 حبات يعني بالطول وثلاثة هنا وثلاثة هنا يعني شوف والله فرق الصوت مرة لكن يمكن يحتاج شوي زيادة لكن حاليا أبجرب كذا. أوكي أوكي عدنا صراحة لما أتكلم كذا أحس في فرق في الصدى إنه خف مرة بدون ما أسمع نفسي يعني لكن ما أدري في المونتاج كيف راح يكون وانتم لما تسمعونا كيف راح يكون. خلينا نجرب الثانيه. شو الصفقة ذي؟ اتوقع ان احسن بكثير لكن ممكن احتاج ازيد شوي ممكن أزيد أماكن ثانية ممكن في نفس المكان أنزل زيادة ما أدري ما راح أكمل الحين ما راح أزيد إلين أنتوا تعطوني رأيكم لأنه ممكن في واحد أفهم مني ويقول يا أبوي تراك في بدايتك كلها غلط فخلني أحتفظ باللي معي هذا عشان بغيت أزيد أعرف أن أزيد فبنتظر بشوف تعليقاتكم وإن شاء الله أنه يعني يكون أحسن بكثير هالحين. حلو هذا الفليك حقنا راح نوقف هنا إن شاء الله عجبتكم الحلقة لا تنسوا تشتركون في القناة وحط رأيك لكم مقطع سنة في فرق أنا تو قبل ما أقفل تصوير قاعد أجرب أسمع الصوت والله في فرق لا فرق أحسن بواجد بعد لكن يمكن نعدل شوي زيادة. سلام.